بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نذكر أمورا قبل أن نقرأ باقي الرواية الشريفة في احتجاج رسول الله صلى الله عليه واله مع اليهود. الأمر الأول أن الله عز وجل يجعل الحق في لسان المخالفين. لكي تتم الحجه عليهم كتاب الف في الرد على الشيعه الصواعق المحرقه لابن حجر الهيتمي خصيصا كتبه للرد على الشيعه في هذا الكتاب هذا الكتاب مليء بفضائل اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام السلام وللسيد الوالد رحمه الله تلخيص هذا الكتاب تلخيص الصواعق المحرقة ما ذكره ابن حجر في فضائل أهل البيت، ترى في كتب المخالفين أدلة دامغة في البخاري وغير البخاري على حقانية مذهب أهل البيت، الله عز وجل يعمي المخالفين عن ذلك حتى في يومنا هذا الإنجيل مثلا مذكور فيه قضيه الحسين سلام الله عليه نقل احد الفضلاء ان قسيسه في امريكا في سياتل هذه المراه بعد ان تشيعت واعلنت تشيعها طبعا كان لها كنيسه عظيمه وكان لها اتباع كثر في سياتل في امريكا بقراءه القران تغير رأيها في قضية مطولة يطوله ينقلها ذلك الفاضل يقول هي قالت لي أن الحسين عليه السلام مذكور في الإنجيل في سفر كذا في آية كذا مكتوب أنه يقتل عند شاطئ الفرات مع وسبعين شخصا هم القساوسة ينقلون هذه القضية بعنوان أنها لعيسى بزعمهم أن عيسى صلب وقتل رفعه الله عز وجل هكذا يصورون مع أن عيسى قتل في فلسطين وقتل معه ذلك السارق 72 شخص في الإنجيل المطبوع إلى يومنا هذا هذه القضية مذكورة هكذا الله عز وجل يجعل الحقائق في الكتب مع انهم حرفوا الانجيل ولكن هذا المقطع لا زال موجودا. في زمن الرسول صلى الله عليه واله ايضا نفس الشيء كثير من الامور من الحقائق كانت موجوده في توراه اليهود وفي انجيل اليهود. الرسول صلى الله عليه واله كان يشير الى تلك الحقائق ويبين بانه مصداق لما ذكرته التوراه او ذكره الانجيل. هو المصداق فلذلك المنصف من علماء اليهود من الاحبار عندما يسمعون كلام رسول الله كانوا يرضخون لهذا الكلام مو معاند يقبل الكلام وهذه قضيه مهمه جدا انه الحقائق كانت موجوده يمكن الان التوراه حرفت اكثر من ذي قبل غيروا فيها فلا نجد قد لا نجد بعض القضايا في التوراه الآن ولكن كان في تورات زمن رسول الله كثير من الأمور، فرسول الله ناقشهم، ناقش أحبار اليهود علماء اليهود كبارهم بما في التورات، وبعد المناقشة كانوا يرضون ويقبلون. إحدى النقاط التي ذكرها الأربعون الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن موسى على نبينا وآلِه عليه السلام أفضل منك يا رسول الله. لما؟ لأن موسى كلم الله الله كلمه أربعة آلاف كلمة الله يكلم شخصا بصورة مباشرة بخلق الصوت أربعة آلاف كلمة هذه مرتبة سامية لذلك أصبح موسى كليم الله عز وجل وبمجلك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وكلم الله موسى تكليمه هذه عظمه. هل كلمك الله؟ النبي صلى الله عليه واله هذا اشكالهم بان موسى افضل منك انت تدعي النبوه مع ان مع ان موسى كلم الله كلم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه واله يقول يجيبهم الكلام قد يكون كلاما يسمعه الانسان باذن راسه. وقد يكون كلاما يسمعه الانسان بأذن قلبه. الوحي والالهام. الوحي والالهام كلام يسمعه الانسان بقلبه مو بأذن الراس. الانبياء الاوصياء كان يوحى اليهم وهكذا يسمعون كلام الله. النبي موسى سمع كلام الله بأذن راسه وهذه فضيله ومنقبه لم تكن لغيره. ولكن هل هذه الكفه ترجح ام من يرى الله عز وجل؟ سماع الكلام مهم بخلق الصوت هذا اهم ام الرؤيه؟ لذلك يقولون بين الحق والباطل اربعه اصابع ما تسمعه قد يكون حقا او باطل وما تراه فهو الحق طبعا الان بالفوتوشوب بعد حتى اللي واحد يشوفه مو معلوم حق او باطل ولكن يعني الرؤيه توجب العلم للإنسان، أنت تسمع أنه في بلد كذا يوجد هذه الظاهرة أو ترى تلك الظاهرة قطعاً قطعك وعلمك أقوى من العلم الحاصل من السماء. لذلك في القرآن عندنا مراتب ثلاث علم اليقين حق اليقين عين اليقين، هذه درجات مختلفة وكل هذه في القرآن موجودة أيضاً. طيب فالنبي عليه افضل الصلاه واسك السلام يقول رايت الله بقلبي والرؤيه افضل من السماع بالاذن طبعا الرؤيه على قسمين رؤيه الراس هذا محال لن تراني ابدا لان الله مو كالمخلوقات ما إلى جسم ما له محل لا يمكن ان ينظر اليه ولكن رؤيه القلب كيف تكون رؤيه القلب لاحظوا رؤية الله تارة يعني معرفة الله تارة تكون بدليل الإن وتارة تكون بدليل الان دليل الإن هو من المعلول إلى العلة يعني ترى الآثار فتصل إلى خالق لهذه الآثار هو هذا الدليل الإن قد يكون تجليا عاما وقد يكون تجليا خاصة التجلي العام قد يكون بالمظاهر العامة وقد يكون بالخوف لاحظوا إذن الرؤية والمعرفة القلبية إما بالإن أو باللم إن كان بالإن فإما هو تجل عام أو تجل خاص إن كان تجليا عاما فهو إما بالأسباب الموجودة وإما بالخوف لأن من تجل الله عز وجل حالة الخوف لاحظوا الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية لآيات لقوم يعقلون هذه الأسباب التي نراها الشمس القمر الجمل الناقة كل هذه علائم وجود الله البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المؤثر هذه أدنى مراتب المعرفة المعرفة من المخلوق إلى الخالق ولكن هناك آية الخوف التي تجر الإنسان إلى الله عز وجل، أيضاً من المسببات الخوف، يعني خوف يغلب الإنسان فينكشف الله في قلب الإنسان. لاحظوا بعض الآيات؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه. هو الدال، يعني الله عز وجل دلك بالدليل عليه يعني دلك الى الخلق لتصل الى الله عز وجل بمعرفه الاسباب تصل المسببات تصل الى الاسباب الى السبب يعني ان صح التعبير طبعا بالمخلوقات تصل الى الخالق. لاحظوا آية الخوف كيف تظهر الله في قلب الانسان. واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه هذا الخوف عندما يغلب الخوف على الانسان ينكشف الله في قلبه تذهب الحجب فيرى الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه ثم اذا مسكم الظر فاليه تجارون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله هذه المعرفة تكون للكافر والمسلم على سواء حتى الكافر في هذه الحالة ينقطع إلى الله عز وجل لأنه يجد أنه ليس هناك من ينقذه هذا هو التجل العام اللي بدليل الآن وهناك تجل خاص فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني الله عز وجل أظهر قوته في الجبل فارتبعت فارتفع الجبل فوق رؤوسهم قد بينا تفصيل هذا في وقت سابق فوخر موسى صعيطة هذا تجل خاص لله عز وجل أظهر قدرته طبعا هل اهتدوا أم لا أمر آخر بس هذا بين هلالين نذكره الهداية على قسمين هداية موصلة وهداية هي إراءة الطريق اهدنا الصراط المستقيم هاي هداية موصلة يعني يا رب أوصلنا إلى الصراط المستقيم بهدايتك إيانا بعض أنواع الهداية لا إراءة الطريق قد لا يصل لأنه معاند لأن القابل ضعيف الهداية اللي بهداية بإراءة الطريق وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم أرينا لهم الطريق بس ما اتخذوا هذا الطريق ما اتبعوا هذا الطريق طيب نرجع اذا هذا دليل الان في معرفه الله ولكن لنا دليل اللم في معرفه الله يعني مو نجي من المخلوقات نصل الى الخالق نرى الخالق بقلوبنا كيف سيد الشهداء عليه افضل الصلاه والسلام في عرفه في دعاء عرفه قال كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك انت خافي حتى واحد يجي يبين لك الله نور السماوات والارض. ملأ نوره السماوات والارض، شلون يستدل عليك؟ لا يستدل عليك بما هو في وجوده مخلوق ومفتقر اليك. في دعاء شعبان "وانر ابصار قلوبنا" هي اناره مباشره من الله عز وجل بضياء نظرها اليك. الرسول صلى الله عليه واله قال انا رايت ربي بقلبي فانا افضل من موسى بن عمران الذي كلمه الله وسمع كلام الله باذنه. انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب ابصار القلوب مو ابصار الراس حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعزه قدسك. الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام يقول كيف رسول الله راى راى الله بقلبه، طبعا هذه تلك الرؤيه التي لا تصل اليها اي رؤيه. لانه هو الذي عرف الله حق معرفته بما يمكن لمخلوق ان يعرف الله عز وجل. الامام الباقر سلام الله عليه يقول ان الله تبارك وتعالى ارى رسوله بقلبه ماذا؟ من نور عظمته ما احب، يعني ما احب الله عز وجل. في الاسراء ايضا والمعراج فكشف لي رسول الله يقول صلى الله عليه واله فاراني الله من نور عظمته ما احب. هي اراءه في القلب. نور العظمه، الله لا يرى وانما بالقلب يعرف بالقلب يحس الانسان الله عز وجل، لذلك امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كيف أعبد ربا لم أره رأته القلوب بحقائق الإيمان ولم تره العيون إلى آخر الرواية إذن هذا في الواقع رؤية النبي صلى الله عليه وآله وهذه الرؤية رؤية اللم معرفة اللم هي التي تكون للصديقين والصالحين الذين ارتقوا الى درجات عاليه من المعرفه، نعم المعرفه بالان معرفه الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت هذه معرفه معرفه بالان ولكن مو تلك الدرجه درجات العله مقدمه على المعلول بالتقدم الرتبي لذلك اذا واحد يعرف الله من الله مو يعرف الله من مخلوقاته ارتفعت درجته في المعرفه. هذه ايضا نقطة ثانية. الأمر الثالث الرسول صلى الله عليه واله يقول ارتفعت الى السماء السابعة، هسه شنو السماء السابعة في الإسراء والمعراج؟ أنه حملني جبرائيل وارتفعت الى السماء السابعة وبعد السماء السابعة وجدت سدرة المنتهى. هسه شنو السماء السابعة؟ روايات متعددة كثيرة تشرح الارض وعليها قبه السماء، ليش السماء تسمى بالقبه؟ لانه واحد لما يشوف يتصور السماء قبه هكذا. فعليها قبه وفوق قبه السماء الارض الثانيه وعليها قبه السماء الثانيه والارض الثالثه وهكذا الى السماء السابعه، روايات متعدده. فبعد ذلك الرسول صلى الله عليه واله يقول وصلت الى سدره المنتهى. عندها جنه المأوى. شنو سدره المنتهى؟ السدره هذا النبك هاي شجره النبك هل المقصود بالسدره المنتهى شجره النبك؟ البعض إن السدره يعني التحير اكو في اللغه ولد سدر يعني ولد متحير سدره المنتهى يعني مقام الحيره في الله لان واحد ما يعرف الله حق معرفته قطعا فلذلك يبقى متحيرا في الله عز وجل هسه هذا فت تفسير قد يكون تفسير عرفاني اقرب من تفسير روائي. البعض قالوا بان سدره المنتهى بالروايات المذكوره انه لكل ورق من اوراق هذه الشجره، رسول الله صلى الله عليه واله يقول رايت في الاسراء ملك قائم ويسبح الله على كل ورقه. في روايه اخرى كأنما على الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه كل ورق من أوراق هذه الشجرة تظل أمة كاملة هكذا هذه الشجرة هل هي حقيقة شجرة أو هي كناية عن ظل عن ظل الله عز وجل عن ظل محبة الله عن ظل لطف الله مثلا مثل ما سبق في الليلة الماضية راية الحمد راية الحمد هل المقصود راية علم اللي في الروايات أنه ما أدري قصبه هذا من العلم من الفضة ما أدري سنامه من الذهب كذا تفاصيل حقيقة هذه راية حقيقية أم لا هذه فتحالة معنوية يمكن أن نقول بأنه ليش إحنا نفسر العالم الآخر بالكنايات ليش نفسر بالكناية في العالم الاخر؟ لا علم ولكن علم مطابق لشأن الأخرة مو الدنيا، علم الدنيا هكذا، علم الأخرة فشي مثل علم الدنيا مو نفس علم الدنيا، شبيه لعلم الدنيا، سدرة المنتهى فشجرة عظيمة تشبه أشجار الدنيا، مو نفس أشجار الدنيا، ما بإشكال يعني واحد هكذا يقول وفي الايه المباركه انه واتوا به متشابها. الايه المؤمنون عندما يذهبون الى الجنه يؤتى بهم بالفواكه التفاح يقولون عجيب هذا التفاح مثل تفاحنا بالعالم بالدنيا. الله عز وجل يقول هذا مو نفسه هذا مشابه له. ليش؟ لان ذاك التفاح كان فيه زياده والزياده تصبح اجلكم الله عذره وتخرج، هنا لا هذه هذا التفاح ما بيزياده التفاح في الدنيا قد تنضج وتفسد هذا التفاح في الاخره ما ينضج يعني الى حد الفساد التفاحه في الدنيا قد تتغير الوانها اما التفاحه في الاخره فتبقى بلون واحد 20 سنه هاي التفاحه معلقه على الشجره بنفس الحاله لذلك الله عز وجل يقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة أي ثمرة اللي يعطى لهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا نفس اللي كان عندنا في العالم في الدنيا الله عز وجل يقول وأتوا به متشابهة هذه يشبه مو نفسه يختلف عالم الآخرة عن عالم الدنيا ولهم فيها أزواج مطهرة حتى الأزواج هنا الأزواج قد تطمث قد تمرض أما الزوج في يوم القيامة فلا طمث لها ولا مرض لها ولا كبر لها تبقى في حالة واحدة ولهم وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الخلود موجود في الجنة هذا هو الأمر الثالث أنه إحنا نجي نقول هذه معاني كنائية لا مو معاني كنائيه اذا في الجنه اكو طلح اذا في الجنه اكو تمر، اكو الزيتون، اكو تين هذه امور حقيقيه ولكن بما يناسب عالم الاخره فهاي سدره المنتهى جنه شجره في الجنه قريبه من الجنه عندها جنه المأوى عندها يعني بعد هذه الشجره لانه هي بعد السماء السابعه هذه الشجره وبعد هذه الشجره الجنه احد العلماء من الشعراء ايضا شاعر عالم الفت قصيده يقول الشراب في الاخره هذا معنى مجازي الشراب في العالم محرم في الاخره جائز شربها الخمره يجوز شرب الخمر مثلا في الاخره شنو هذا هذا مجازي اذا الارتباط بالنساء في العالم هذا شيء مو طيب مو جيد فكيف في الاخره لا هذه خمرة الدنيا مسكرة وخمرة الآخرة خمرة لا إسكار فيها الله عز وجل جعل الخمرة شراب للمؤمنين الله هذه النعم الدنيا وهو شنو يقول يقول أهم النعم الأخروية رضوان الله فالمحرمات في هذه الدنيا تصبح محللات في تلك الدنيا محرمات في هذه الدنيا لوجود نقائص وعيوب ومضرات فيها الخمرة فيها الخير وفيها الشر وضرهما أكثر من نفعهما ولكن في الآخر هذه خمرة لا ضر فيها ولا ضرر فيها ولا إثم فيها إذا إحنا لن نجي نفسر الآيات والروايات بالمعاني الكنائية والمجازية إن أمكن حملها على المعاني الحقيقية نعم بعض الأحيان واحد يضطر يد الله فوق أيديهم أنا واضح ما واحد ما يقدر يقول هذا يد حقيقية فالمقصود باليد القدره او القوه هذه نقاط ثلاثه نرى الكتابه ونكمل الروايه ان شاء الله. قالت اليهود موسى خير منك يا رسول الله قال النبي ولم؟ يحتاج الى دليل، شنو الدليل؟ قالوا لان الله عز وجل كلمه باربعه الاف كلمه ولم يكلمك بشيء أربعة آلاف كلمة موشي قليل. هذا واحد كان يقول أنا وزوجتي خلال عشر سنوات لم يكلم أحدنا الآخر في اليوم إلا بمقدار خمس كلمات. هذا الطلاق العاطفي اللي يسموه الآن كأنه لا ربط بينهما. فإذا الله يتكلم ويا النبي موسى على نبينا وليا وأفضل الصلاة والسلام أربعة آلاف كلمة هذا مقام عظيم. ولم يكلم غيره ولم يكلمك بشيء انت مباشره هل سمعت من الله بان خلق الله صوتا وسمعته باذنك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا جيان هذا النبي موسى موجود فقال النبي صلى الله عليه واله لقد اعطيت انا افضل من ذلك قالوا وما ذاك؟ شنو الافضل؟ قال صلى الله عليه واله هو قوله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، احنا في بحث سابق بينا تفاصيل الاسراء والمعراج بصوره ما. وحملت على جناح جبرائيل. جبرائيل حملني على جناحه، في بعض الروايات ركب رسول الله البراق. هل هناك تهافت بين الروايات؟ المعراج كان اكثر من مره. متعدد كان معراج رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة في المدينة مو مرة واحدة يمكن مرة كان على جناح جبرائيل مرة كان على البراق أو كان البراق على جناح جبرائيل فركب البراق هذا الحصان الخاص اللي بينا سابقا تفصيله وكان على جناح جبرائيل أيضا فيمكن وحملت على جناح جبرائيل حتى انتهيت إلى السماء السابع طبعا بالبراق الرسول صلى الله عليه وآله أتى إلى المسجد الاقصى ومن المسجد الاقصى مع جبرائيل على جناح جبرائيل ارتفع على السماء هذا الجمع ايضا حتى انتهيت الى السماء السابعه فجاوزت سدره المنتهى بين سدره المنتهى هذه الشجره معناها ظل الله عز وجل، رحمه الله، عظمه الله عز وجل وهذه الروايات التي ذكرناها عندها جنة المأوى يعني عند السدرة جنة المأوى هذه الجنة التي ندخلها إن شاء الله جميعا ببركة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حتى تعلقت بساق العرش شنو معنى العرش سبقة من معاني العرش العلم هسه للعرش ساق يعني عماد تعلق رسول الله بعماد ال... عرش على ساق العرش مكتوب ان الحسين مصباح هدى وسفينه نجاه يعني في علم الله هذا موجود هذا تشبيه المعقول بالمحسوس او حقيقه فشيء عظيم اللي اعظم من السماوات والارض اسمه العرش حقيقه فد موجود مادي موجود وفيه اعمده وحمله الاعمده هم المعصومون عليهم افضل الصلاه وازكى السلام ايضا كما سبقت رواياته حتى تعلقت بساق العرش فنوديته من ساق العرش إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم هذه هي أسماء الله عز وجل قد نشير إلى تفصيل كل اسم اسم في وقت آخر فهل في ضمن العرش اللي هو علم الله هذه الأمور موجودة ولم عرف الله عز وجل هذا قابل التأمل تأملوا لما عرف الله عز وجل نفسه بهذه الصفات وبهذه الاسماء اني انا الله لا اله الا انا وهذا واضح الله هو الاسم الخاص للذات لا اله الا انا نفي الانداد والاوثان السلام اول وصف يصف به نفسه هو السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم وينتهي بالرحيم السلام الرحيم نحن ان شاء الله بين السلام والرحيم بين الرحمه الالهيه وبين السلام الالهي الذي ينشره على البشر ورايت هنا الشاهد ورايته بقلبي موسى سمعه باذن راسه وانا رايته ببصر قلبي ورايته بقلبي وما رايته بعيني لانه الله لا يمكن ان يرى لن تراني ابدا فهذا افضل من ذاك فرسول الله صلى الله عليه واله، هنا اولا بين الاسراء والمعراج اليهود ايضا لم ينكروا ذلك كانه كان مكتوب في توراتهم اسراء رسول الله او من يكون في اخر الزمان هذه صفاته وهكذا يسرى به الى السماء ويؤخذه يؤخذ الى السماء فلذلك صدقوا ورفعوا رايه بيضاء امام رسول الله صلى الله عليه واله. فهذا افضل من ذلك قالت اليهود صدقت يا محمد وهو يعني هذا التفصيل اللي تذكره مكتوب في التوراة قلنا الله عز وجل يجعل عند المخالفين ما يدلهم على الحق وتتم الحجة عليهم مو في الكافي جمعوا ثلاث روايات ان الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها سلام الله عليها وهناك ماتت واجد على ابي بكر ومن مات ولم يعرف امام زمانه ماتت ميتة الجاهلية فمن كان إمام زمان فاطمة سلام الله عليها هو هذا الدليل كافي لهدم بنيان المخالفين كلهم وهذا الروايات الثلاثة مذكورة في الكافي في البخاري عفواً في البخاري هذه الروايات الثلاثة مذكورة هو هذه الروايات الثلاث تكفي لهدم كل بنيانهم يتم الحج عليهم الله عز وجل وهو مكتوب في التوراه. قال رسول الله صلى الله عليه واله هذه اثنتان الاولى قضيه النبي ادم وعرفت ان منزلتي اعظم من منزله النبي ادم فان كماله غير اختياري وكمالي اختياري. هذه القضيه الثانيه وعرفت بان منزلتي اعظم من منزله النبي موسى. هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.